السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وراكسن إخيارتنا داوري سايد الكيم با ميل كستو آجوكتان كشورو وادا مركلي يوميد كمبدا برامشة داني ديو كوكو ترقلني ما تاو سبتي آتاريق دون آي تاي صدن كبشا مارسو سندكا لباكون يافر يالباتن هدبا برامشة وحان ديو كوكو هيار لور غضب ومهيمة حق لهلي او اي باهيين قار كمبدا ورباهين تا يهود ايا وحا لغو شاقاي دولدها إسرائيل أي دونيسو إني عيدمو نباد إلالينا جيان غزة سي أي أغهر تغان ما داما إياغ عيدن كودي نكتل لغاه جليي أو لغاه لغاه قراعي إني حماس كلا فرفران هدبا دولدها عربيد أي إسرائيل دورتي مرايكن كونا كراعي أيان دين هيا حكتي لغاه كياني أريتاس وعشو كالي برامش كاني دي كوغو هيا محاكا شوكور دي وضا هدالدا إسرائيل أي شيكتي إني ديب أقول لابانيسو أو أي وفدي أدريسو دوحة إيو قاهرة سي أي وضا هذا الذي أسي وضان حماس محاي كانتي شروضا يدونا هالك أي وحمريان وانديسو قد بين دونا شيكتا وقوحي سالي وحي تهي ودنكا أردن أي وحو إسقبصدي مغالك استا إيو عاسبادي إركي وإسلقسي حاليا أقود دبيسي وحاد عاي إسكهوري ماديو askartu ay fowd istareen mudaharaadayaasha hadaba mudaharaadkii ka socday fogaarayaasha iyo safaaradda Israa'iil horteeda ayaa hadda wuxuu u soo guuray gudaha baarlamaanka wadanka Urdun waxa ka taagan arka boqorkii indhaha taagan bal arka wal hukoomada taqin 200 shab wa bint urdunia min balad baladna والقضاء يقرر إخلال سبيل والحاكم الإداري وطاي بركة قضبنا سي يكوكلي وحي سوكرنا ورانا والدي سو قد بالدورة انت عن برنامج كتيرنا هذا هو حنكو باللابينا إسرائيل وحي شاكتي إني كو عبانا يسو وضا حدا لدي وفدي أيهو قامين يان مدحضة سردونكا دبدا يكو قدها إسرائيلنا أي هلكا تيجي دونان ضوحة أي تيجي دونان قدر وعيسو كلا تيجي دونانا ليري قاهرة وضا هذا الذي محابيس إسلاف سشدي يوحي إن لسي وضو وإيه حماس أيا ورسو صارت حماس وحي الله داي وروفتي صودرا أما إسكدا نتنياهو أضيكو تالا هوشوس أنه أفر قضوا ميشا نو تالا أفر تا قضب ومدخلك أما ميشا لغا قلا يو هذا الذي أفر تا قضب ميت كم إذا هذا ديدو ولا هذا البشر غيناي لكن أفر تا قضب مركع أقولا تكذب أيا ولا هذا اللذو سيس عريان أو الجودة جليا إسرائيل مركو أيا بطه أول يذا وحال الله ما هو هذا اللذو تكتان ها نتنياهو مركي جودها وقع لي مالك استو وقع لي حتى حماسة وحلا ذاي أفر تا قضب وأنا صومه تا شروره هنا wada hadalka uu ku guuleysan karo waa afarta in laga soo gudbo waa markii hore waaye afartu marka maxay yihiin aanidii tusu al jazeera ayaa goor dhow daabacday warbixin ay leedahay ururka xamaas ee reer falastiin iyo ururka ay wada dagaalamaan ee reer falastiin ee liraado al jihad ayaa waxay sheegeen in ay xadideen guusha wada hadal kasta oo la galo oo maartay aan toos ahayn oo Israa'iil ay la yeeshaan hadaba marka waxa leeyahay waxay ku xadideen waxay yiraahdeen afar qodob ay soo jeediyeen koow in la joojiyo weerarada cadawtinimada Israa'iil ay ku qaadayso dhulka Falastiin si guud ahaan in loo joojiyo weerar dambe oo la qaadi karo male number 2 in ciidanka gumaystuhu si dhameystiran uga baxaan marinka Gaza geesaan joogayna iyo meelahaas aan istaagayna maydi ka yeelayno midda saddexaad xurriyadda dadka in xurriyad loo siiyo dadkii ka qaxay dhinaca waqooyi ee marinka Gaza inay guryahooda ku laaban karaan oo wax isurtaagi karaan jirin midda afraad in gargaarka loogu talagalay dadka ku nool magaalada Gaza aan la hor istaagin oo siday tahay loo geeyo gargaarka horta afarta qodob marka aqbashaan baan wada hadalka iskugu imaanaynaa waay wixii la deynayo sida loo deynayo waa qorshe kale waa taas iyo sida nidaamku noqonayo waxaas markaas ka hadlaynaa xabad joojinta inta bilood ay noqonayso inta waxan ay noqonayso waxa kala diitaniskaas kale waa noo dhimin
وضع هذا الملجلة ها الباب كوضع هذا الكعات كسو قليسان أفرتاس وإلى صوتر هذا وأقبلني هذي نانهن إغانس كقراعنا نكي أدرة تارن لحبلو صوات ما ينس قراعين وحد ديلي كرتان دي شير أنك أنا نكتا دي كوينا إذي كرا نكتن نقوهاي وهاش كدهاش كراعنا إنت هايستا هايستا نغنو إنتين محبيستان واهي سنين هذا حوق لذاي كالي محبيست إقاقات لحبلو دوا إلا دقاليس هوب كستا سو قادت نمكي حماسة أمركا حال كودو هل كاسو مرا مركا شاكاسو هل كاسي تاقنتاي وياي شاكوين مركا حيسا هاجرا وحي كدعي بارلمانك أردن وأسو صعنا الدنيو ويسو صعتا وحان إذي إرسالي عربتي فولكانا كقرح الدوران بمبوين أو شعب كربتان كيسا كقرحاي أردن وكو صعتا إسرائيل شلوا أركيسين بارلمان كان لوداتي ما أنت أردن بارلمان كذي وحي كرد عي وحي كلوائي دي صورة ويا مركب مركب وحن قلنا نكل يرادو بن غفير بن غفير ووزير كأمن جودها إسرائيل وولاد كشاق يهود ونن آد النعب تقال هل توجي وحكن إن مسلم كان لله يواي نكل مسجد الأقصى هلا قلي رواي نكل مركب السجى إيو مريكان كسي سفير سلين مريكان كو حليين دولدن انت اني مكان كجران وحوام مصامينا يان يونا وين عبيهم بايدن إيرهجيس هدبا مركا ورئيسي ايكا قاضي نيويورك تايمز ايا هدى لباهي ميكي بضو لحدواش هدبا مركا عاني دي تصور بحين مركا لغا قري بين غفير وحو ويرر كو قاضي بايدن وحونا شاقي إنه سنوار ووقفي عن يهين تنياه فيري وربحته وسيس عطاو ترينا وحلياي وحو الشيغي بايدن وحا وقفي عن تنياه يحيى سنوار يحيى سنوار وانيكا قزا هايست مارتي حماس مدحضة وقا هالكاس إبارضة ويستعمال فيري بايدن وحا وقفي عن نتنياه يحيى سنوار معناه سوء النعب يهي درتد يحيى السنوارة وفعله سوء فعله والوقية لكن السبو أجادو كلي وايا مركا وسيس عطا وربحنتا نكب بن غفير لغا قري وحالي يهي وربحنتا مركا وحالي يهي وزير كأمنيقا قدها إسرائيل إتمار بن غفير أيا وحو الله اللي جورنال كاليرادو نيويورك تايمز إكسو بحا ودك مريكك wuxuu sheegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inuu ka fadhilayo ama uu ka jecel yahay ama uu ka rabi badan yahay in ninka madaxda ugu ah Hamas Gaza Yahya Sinwar inuu ka jecel yahay ninka leeyahay Netanyahu hadaba wareysigan oo shalay ma wareysigan oo dhawaan la faafiyay ayaa waxaa lagu sheegay in New York Times way marka wa arkaysa ninkan marka wareysigaas uu siidaayay sheekadu marka bul ay tiray meel xun ay gaartay Biden wuxuu leeyahay ninkaas aan uga fiican marka sheekada marka way soo socoto waayadan ninkan wax qarsada ma hadda ka horna mar uu sheegay haddana waa ku celiyay sheekadiisu marka waa sheeko iska socoto waalay way marka qodobkaas isaguna wuxuu na tusayaa heerka nimanka dawladda ku jira Netanyahu iyo Biden ay kala marayaan waa ka gudbayna qodob kale oo xiiso leh barnaamijyadeedii ugu dambeeyay mid ka mid ah waxaan idin kugu sheegay in la fariistay Mareykanka oo laga arisanayo ciidan nabad ilaalinaya in la geeyo Gaza laakiin Mareykanku xilliga waxay yiraahdeen annaga Israa'iil waa isku waafaqnay dawladda aan saaxiibanahayna inay shaqadaan la qabanayaan marka dawladaha qiyaas ahayd markii hore ma dawlad hebala yaa Israa'iil ay aamini kartaa yaa Israa'iil ay ku kalsoonaan kartaa ha maasha su'aal hadda marka warbaahinta cibriga ayaa qoray macnaa warfaafintoodi yahuuda ayaa waxay leeyihiin dawladdeena ayaa waxay codsanaysaa ciidan carbeed in la geeyo Gaza annaga waa daalnay leedahay
askartii ebra laga dhigay waa ta shalaydii tusay diyaarada lagu daabulayay nimankii nafta loo keenay iyagu waxay dili karaan waa dilaan iyagana dee dhagaha laga garaacaya meeshaan wax la isu dhaxariisanayo meeshaan ma jirto haddaba marka aan idin tuso joornaal ka mid a joornaalada waaweyn ee ka soo baxa dalka israa'iil ayaa sheekadan qoray yihiin waa tahay marka waxaa leeyahay ciidamada dowladaha israa'iil ay ka sugayso oo ay ka dalbatay ayna aqbaleen waxaa ka mid ah saddex dowladood oo carbeed dowladihii marka waa lasii faahfaahinayaa oo waxaa la leeyahay sacuudi arabiya kuma jirto way ka gaabsatay arrintaa qatar way diiday kuwaasoo dhan way ka leexdeen laakiin waxaa leeyahay masar iyo imaaraat labadaas horta waa la hubaa inay aqbaleen waxaa kaloo la sheegayaa dowlad kale oo xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo israa'iil midda saddexaad marka iyadu lama sheegin oo heshiiska ay kula jirto nabadgelyo laakiin waxaa la qiyaasaa inay urdun tahay maadaama urdun heshiis nabadgelyo israa'iil ay kula jirto safaaraddeeda ay ka furan tahay iyadana halkaasaa lagu qiyaasaa marka waxaa leeyahay maraykanka isaga ayaa maamuli doona laakiin isagoo ciidan ma geyn doono meesha laakiin ciidanka meesha tegaya commanderkooda ama taliyayaashoodu maraykanay noqon doonaan maraykanaa xukumi doona sheekadaas marka iyaduna warbaahintii waxaa qoraysa israa'iil the times of israa'iil joornaalada ugu afka dheeru ka mid yahay masar iyo imaaraat waa caadi waa ogolyihi dowlad kaloo saddexaad oo heshiis kala dhexeeyo israa'iil nabadgelyo yaa waaye waa urdun iyaduna way tegaysaa sacuudiga iyo qatar iyo waxay yidhahdeen annagoo hawshaa ma geli karo marka ujeeddada marka wuxuu leeyahay joornaalka loo samaynayo ciidankan waa israa'iil inay hal mar kasoo lug baxdo meeshaas oo israa'iil ay waardiyeeyaan ciidankaas waxay waardiyeynayaan israa'iil waxay la diriri doonaan xamaas iyo alqasaam iyo iyagaa lagu wareejinaa hawshaas macnaha waa la og yahay alqasaam way diidi doontaa hawshaas kuwan marka qasab way ku qasban yihiin marka meeshii israa'iil ay kasoo lug baxday inay masaarida iyo kuwa kan iyo iska hor yimaadaan marka israa'iil intaase hal mar kasoo dhex baxday rabtaa carabta waardiye ka dhigato ay ka xigsadaan iyada marka hawshaas iyaduna waa qasan tahay inkastoo weli tafaasiil badan masaarida iyo imaaraadku aysan soo saarin laakiin warbaahintii israa'iil way ka hadlayaan sheekadan annaguna waa inaan fahmno waxa socda inaan hadalkaa ka hadalno waa tahay qaybta ugu dambaysa marka barnaamijkeena ugu horreeya maanta ee sabtiga waxaan idiin soo gudbinayaa waddamada mudaaharaadyo waaweynaa ka socda caalamka oo dhan buu ka dhacayaa mudaaharaadka mudaaharaadyada meelaha ay ka dhacayaan yurubaa ka mid a maraykanaa ka mid a meel kastee ka socdaan nimankii maraykan ahaa buuq fara badanaa ku furan waa la wareeriyey madaxweynaha maraykanka jo biden oo dhowaan ololihiisa doorashada wada meel kasta uu tago waa lagu qayliyaa waxaa ka qayb qaadatay xasuuqa lagu hayo dadka falastiiniyiinta waa kaas waa lagu foorinaa waa dhaqaaqi laaya dowladihii muxuu ahaa yurub mudaaharaadyaa ahriyay carabtii urdunaa ugu daran hadda waa xarka goosataa la leeyay boqorka urdun heshiisuu kula jiraa israa'iil nabadgelyo safaarad israa'iilah ka furan hawshaasaa ka socota dadkii maalin walba waxay hortaagan yihiin safaaradda israa'iil sidoo kale meelo badanaa mudaaharaadyadu ka dhacayaan maalin walba marka boliisku waxay isku dayaan inay fashiliyaan mudaaharaadka in ay soo bataan ma ahane wax yaraanaa male haddaba marka xalay wixii dhacay salaadii taraawiixda markii laga baxay iyagoo ku haya ilaahayow u gargaar falastiin ilaahayow u gargaar falastiin oo hor dhooban safaaradda israa'iil ay ku qaylinayaan dadka taasu marka ay dhacday buuqii batay ayaa doodii way soo guurtay waxay timid baarlamaankii waddamada carabta dee boqortooyo iyo markay haystaan doodaha noocaasa loogama baran baarlamaanadooda caadi ma ah urdun marka nin xildhibaanaa istaagay marka hore fadhiyuu dooda ku bilaabay kadib waa istaagay qaylaa isqabsatay meesha wuxuu leeyahay
قانونك نتنياهو إلى لينيا إن لغو مضاهرات ديديا ودن كينا إيالا إي موادنكا سن بدقلياكو مضاهرات ينا لبعطينيا أو بلويسكو أي لبيان قانون نوعيواي دولدها نوغة جواب تولي يورو تصالح سوقات وحوليا يورو يورو مضاهرات يعدعا بوليس كنا داتكم مدلان لندن انتا سو كمانانا بقلال كنا سو بحيسا يورب توردن ساس نوهر با فكر كي سوديبنا فلسطين اللتاقيرا نمك تدكن محيسا ميان ويسو سو بحين فلسطين التاقيريان اسرائيل عمبارينيان مرايكان كسعطا ميل كستار وقبتا مرك قانون كان نتنياهو الالينيا اديدا يدتك اني كمو داهرادان وضد كيننا أن إلى ليلين أو بليسكو أي قراعيان هنوشك تالليه الدولد بغوركي قد كي سبيه وصو قلين نكن مركو حل لذا حل لبان صالح حل لذا أن أرقنو وحا أكدق أي بارلمان كواليام أخليا ترفض التكفير أو تخرج بعض منهم هل يعقل بينما في أوروبا المسيرات والاعتقالات لا ينتقل شان طفح الكيل يا جماعة ما بصير هذا الأمر سفيان التال عمره 90 سنة يحاكم عماد العدوان وسام العجارمة لم يشملهم المقاومة الفلسطينية ومن يقدم السلاح والعتاد للمقاومة الفلسطينية غير مستثنى دكتور هايل تفضل تفضل دكتور هايل سعادة الرئيس أشكرك في البداية نشكر جلالة سيدنا على هذه المكرمة بإصدار أمر الملكي بالعفو العام ونشكر الحكومة على وطهي داود يال قوب كاس ايا اقدم بيه برامش كانو اذي كوغو ترقل لماتا ادوه واركي سيناد دوك يال كاسو مراه